اليمين، دام ان نتكلم دخلنا في اليمين، كفارة اليمين، بعض الناس اذا حلف ولا كفر يعتقد انه يقول الله لا تحدني على الصيام، يقول يا فلان انا حالف عليك لا تحدني على الصيام. من قال لك ان كفارة اليمين الصيام؟ كفارة اليمين هي الاطعام او الكسوة او عتق رقبة، انت مخير بين ثلاث. اذا حلف الانسان على يمين وما أتمها، مثل والله لا تفعل وفعل، ولا والله أني أفعل وما فعل، أحد الأمر فعل ولا ترك، يمين انعقدت، فإن عليك إطعام 10 مساكين. لو تأخذ 10 أرباع دجاج، 10 أرباع يعني دجاجتين ونص من ربع ربع وعليها قليل من الرز، أو تذهب الصباح وتأخذ حبة خبز سنة. مع فول بريالين، هذه ب3 ريال، الله أكبر. وتوزع هذا فول وخبزة، فول وخبزة 10 على 10 فقراء، صار إطعام تطعمه، يعني إطعام المسكين قد يكلف 3 ريال الواحد إذا كان إفطار، صحيح، أو يكلف 15 أو 12 ريال إذا كان غدا، غدا أو عشاء. يا أخي نعمة، هذا اللي بعض الحريم وبعض الرجاجيل يقول علي أيمان كثيرة من خلدت وانا احلف. نقول اليمين منها شيء لغو. اليمين اللغو، والله ان تقوم، والله ان تشرب، والله ان تاخذ الفنجال، والله ما تروح، والله ان تقعد، هذه دارجه على اللسان، هذه ما فيها كفاره، هذه ليس فيها كفاره، اللي دايم على اللسان. نعم، والله لا اضربك، والله لا اطب في بطنك، والله هو برسه بتطب في بطنه، يقول لولده يعني ما هو طاب بالله في بطنه، ولا يعني إنما على لسانه، هذا ما هي بيمين، هذه لا تكفر، لكن إياك أن تكثر منها لأنها مكروهة أو محرمة، لأن الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين اللي تكفر هي المنعقدة، اللي انعقد اللسان مع القلب عليها، مثل الحين والله أنت غدا عندي، هذه لغو قايلها أنا متعود، قال الله يغنيك والله أنت غدا عندي يا أبو منتصر. الثانية غير الأولى، الثانية ملزم ومنعقدة، هذه تكفر الثانية، أما الأولى ما كان قلبي منعقد مع لساني، تكفرها بإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو اعتق رقبة، ما قدرت تصوم 3 أيام. وليقول والله تجزل فلوس يا أبو عمرو، غدا عندي أبو منتصر إن شاء الله. أحسنت، تعليق اليمين على المشيئة لا يوجب معه الكفارة. والله العظيم انت غدا عندي ان شاء الله، خلاص ما فيها كفارة، انت غدا الحمد لله. ولذلك حط ان شاء الله دائما في اليمين تخرجك من الكفارة. بعض العلماء ذكر كلمة ان شاء الله حتى لو قلتها بسرك، لان قد تنحرج من بعض الضيفان، يقول ايه ما دام قال ان شاء الله معناك ما هو صادق. لكن يعني انا سمعت بعض الصحيح ان الاستثناء إذا كانت يمينك فيها إعلان يجب أن تكون استثناءك بإعلان. والله العظيم ما تنفصل هذه، لو صحيح إن شاء الله خلها دائم في لسانك، وإذا قال الضيف هذا لو هم عزم ما قال إن شاء الله قل له الخل الله يحفظ فمن لك، ما يكرم هذا. الله أعظم، الدراهم ما تجزي، الله أعظم. هل تخرج إطعام المسكين دراهم فلوس؟ نخرجها للجمعيات، والجمعيات تشتري الطعام، وكيل يعني يجوز توكيل، يعني لكنك تعطي الفقير 5 ريال لا الجمعية نعم، عطهم إياه وبيض الله وجيه جمعيات. حدود 100 لعشرة مساكين، ما أدري على ما يقوله الجمعية، إذا قالت جمعية 90 50 100 100 اللي هم عدد ويقولك سند إطعام 10 مساكين. جزاك الله خير، هذه والله كان الناس كثير يسأل عنها. الواجبة ب15 ريال وهي 10 تصير ب150 ريال. نعم. ونفطرته، يعني لو تجي لك 10 عمال كل واحد جيب له فول مع خبزة واحدة مع كاس شاي، هذا ريال ريال وهذه ريالين 4 ريال، اطلعت كفارة اليمين إذا هو إفطار 40 ريال. اللهم إذا كانت غدا 150 ريال، الوجبة 15 ربع دجاجة الوكاد. طيب يقول لي واحد، هذا عاد بنختم قبل، والله يا شيخ ما لهن عدد، حلفت كثير وأنا عقد النية، نقول ابن على الأعلى، يعني كم عندك من يمين؟ 20؟ قال والله يا 20 يا 25، لا خلها 25، ابن على الأعلى، ابن على الأكثر، 15 ولا 17؟ لا خلها 17 حتى تبرأ ذمتك.
وتكون إما كفارة أو أن تكون صدقة. يحط 17 كفار يعني؟ إيه على كل يمين. إذا عرفت. يعني على كل واحد حلفت عليه اليوم ولا جاء. وبعض أهل العلم يقول الحلف على الإكرام، بعض أهل العلم يقول أن الحلف على الإكرام لا كفارة فيه، خلاف. لكن أنا أقول يا أحبابي، تدروا إيش معنى اليمين؟ أني أنا وياك الآن ألزم عليك، ثم آتي بالله جل وعلا بقدره بين يدي وأقول والله أن تجيبني. أي هل لله قدر عندك؟ هل عندك لله قدر؟ أوصلك بالله. ولذلك لا تجعل الله دائما عرضة ليمينك. الله عظيم، لا تجعله بين يدك. قال أنا ما حلف لكن لي رغبة، أو كما كرمت أنك تحلف على نيتك، والله أنط لي نية، أو عندي عزم على إكرامك، والله نودي إن شاء الله، أو احلف على نيتك، والله إني أحب أن أكرمك. فيمينك ما تكفر لأنها على نيتك أنت، تعلمها أنك صادق في محبتك. والله إني صادق في محبتكم، محبة المشاهدين، ولا ينكفرها لأنها صحيحة.